سلسلة ديال اللقاءات اللي كيعرفها الاتحاد العام لمحاولة المغرب عبر مختلف اللجان ومختلف المبادرات اللي كيحملها. احنا في محطة ديال النقاش حول يعني النموذج التنموي الجديد. هذا النموذج التنموي ما يمكن يكون إلا نموذج اللي كيدمج جميع المكونات ديال المجتمع. دور القطاع الخاص بالطبع في هذا المجال هو دور أساسي، لأن المقاولة كتحمل مجموعة ديال المشاريع. المقاولة هي مقاولة مبادرة، في نفس الوقت هناك عندنا طاقات وطاقات كروها وندمجوها ونفتحوا لها الإطار ونخلقوا لها إطار اللي غادي يسمح باش تواكب هذه الدينامية الجديدة. الاتحاد العام لمقاولة المغرب جعل من بين الأهداف ديالو هذا البعد الاجتماعي، البعد الإدماج الاجتماعي، لأن الحمد لله بفضل التجارب اللي عشناها وبفضل مجموعة ديال المكتسبات اللي حققناها وصلنا، وكان خطاب جلالة الملك واضح في هذا المجال، وصلنا إلى محطة اللي لمسنا فيها بأن نموذجنا ما سمحش باش يدمج جميع الطاقات وما سمحش باش يجمع المجتمع بكل فئاته بكل مكوناته، وأن في هذا الطريق اللي كنبنيوه كاين اللي بقى خارج السكة. إذن لليوم مسؤوليتنا هي أننا ندمج الجميع، وباش ندمج الجميع كل واحد خصو يقوم بالدور ديالو. إذن ما هو دور المقاولة الحرة؟ دور المقاولة الحرة ماشي غير باش تقول بأنه الحمد لله حققت ونجحت ودرت وخلقت، لكن زيادة على هذا شنو هو دوري؟ دوري أنني كذلك نوسع الدائرة ديال الإدماج في كل المبادرات اللي كنقوم بها، وهذه من بين الأشياء والأولويات اللي حددناها في هذا المسار الجديد ديال الاتحاد العام لمقاولة المغرب. بغينا بلد نكون المقاولة الحرة كتساهم فيه في الإدماج، كتساهم فيه كذلك في بناء يعني ذاك التوازن الضروري واللي كيسمح بأنه ما يمكنش واحد بالطبع يحقق وينجح ويحقق غنى إلى آخره في محيط فيه يعني التشاؤم، فيه يعني واحد النوع من الاكسكلوزيون ايتترا. دونك هذا الشيء هذا هو يعني طموحنا، وهذا هو البعد اللي كنشتغلوا عليه. بغينا مجتمع متوازن، وبغينا القطاع الخاص يساهم في بناء هذا النموذج المتوازن ديال بلادنا، ونفتحوا مجالات للطاقات الكثيره والمتعدده اللي بلادنا كتوفر عليها، ويكون الى جانب السياسات العموميه الى جانب الرؤيه ديال جلاله الملك طبعا يكون قطاع خاص مساهم مدمج وقوي في الإسهام في هذا المجال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.